مشاهدي شبكة ان تي ان وقناتنا اللايف، صباح الخير على حضراتكم، يوم جديد ونهاركم اكيد سعيد. معايا دينا ومعايا مي. صباح الخير يا مي. صباح الخير. صباح الخير يا شريف. صباح الخير يا مي. ومره ثانيه بصبح على كل الساده المشاهدين، ويوم جديد ونهارك سعيد، واحداث متلاحقه بتحصل في مصر كل يوم واحنا معاكم، يعني كلنا مع بعض عايزين على السلامه. بس الاول الله يسلمك، ميرسي جدا يا شريف. عندنا فقرات كتيره جدا النهارده، والفقره اللي هكون انا معاكم بعد حديث حضراتكم يعني هيكون معانا فقره عن الكاتب اللي فقدته مصر، خير شلبي فيلسوف الهامش، وهيكون منورنا في استوديو شاعر شعبان يوسف، وهو عامل كتاب عن مجموعه من مقالات شعر خير شلبي. لا كاتب خير شلبي بعد. هي بالظبط، هي كل مش بس مقالات ومقابلات قام بها الكاتب الكبير الراحل خير شلبي. وبنتكلم على فكره لماذا يتم اكتشاف العظماء في الاواخر، او يعني بعد ما يكونوا يعني فاهم كتير، فاهم وجهه نظرك. غير كده كمان موضوع التكريم بالظبط، ليه دايما بالزبط بنفتكر الناس اللي موجوده معانا بعد ما بيتوفوا؟ ليه ما هو الحمد لله يعني طبعا الاستاذ خيري شربي يعني كان ليه حظ وافر من القصه ديت يعني، وكان تم الاحتفاء بيه، ولكن كان ممكن يبقى متبدل شويه، خصوصا هو كان بقاله كتير ومشواره كان طويل جدا من الستينات حتى. لا وده كويس جدا. لا وعايزه اقول لكم اسم الكتاب اساسا يعني الحمد لله ان احنا افتكرنا نكرمه. اسم الكتاب كمان اسمه مميز جدا، اسمه فيلسوف الهامش، وهنتعرف اكتر ليه اتسمى كتاب فيلسوف الهامش من شاعر المنورنا استاذ شعبان يوسف. صباح الخير مره تانية بقى على كل اللي متابعينا النهارده، وزي ما نقول دايما كل اسبوع بيبقى فيه احداث كتيره جدا وسريعه جدا، مش في بس مصر، في الوطن العربي كله. ضمن المواضيع اللي كانت مطروحه في الفتره الاخيره، مش في الفترة الأخيرة يعني أسبوع أسبوعين، في السنين يمكن الأخيرة، موضوع دور العبادة الموحد كان بيطالب بيه الكنيسة وكان بيطالب بيه الأزهر فترات طويلة جدا، كان في ضغط أن القانون ده يبقى موجود، أن القانون ده يبقى موجود. أول ما القانون ابتدى يظهر ويطلع للنور الناس كلها رفضته. أكيد في نقاط كانوا عايزين يعدلوها، أكيد في حاجات كانوا معترضين عليها. إزاي ممكن بقى نرضي الطرفين؟ ده هنعرفه بقى من ضيوفنا النهاردة، الكاتب والمفكر دكتور كمال زاخر ودكتور محمد شحات الجندي الامين العام للشؤون الاسلاميه. كمان هيكون معانا النهارده برضو فقره مهمه جدا، هو احنا يمكن بنتكلم على الموضوع بقالنا كتير وخصوصا الفتره اللي فاتت، ولكن هنحاول نشوف بعد ما الوقت عدى وبعد ما الدنيا هديت نسبيا وبعد ردود الفعل سواء من كل الاطراف، الاعلام النهارده دوره ايه وكيف هي الفوضى في الاعلام، وهل بعد الازمه اللي حصلت هل ممكن يكون في قبل الحلول الرسمية أو الحلول الجذرية، هل ممكن يكون في حلول ذاتية من إحنا كإعلاميين أو حتى من الجهات الخاصة وغيرها؟ هنعرف ده أكتر من خلال ضيفنا النهاردة، هو دكتور محمد شوبان عميد كلية الإعلام بجامعة أكتوبر. ده اللي فكرة مهمة إحنا نفسنا هنتعلم منها كتير. أكيد طبعا. ده أكيد. طيب يلا بينا نبتدي فاصل ونبتدي على طول مع شريف وفقرة الصحافة.